عليكم ورحمة الله وبركاته. في نفس هذا المكان في أبو ظبي أنا اليوم. أذكر تكلمت قبل كم شهر عمو يخص مشكلتي مع الحساسية، وقلت أني أنا أعاني من جيوب أنفية أكثر من ما بالغ يمكن 10 سنوات، وسافرت عشان أتعالج عشانها وغيرها، وما كنت مستفيد حاجة. ولو تذكروا رويتكم الدول اللي أستخدمها الإتروفين، هذا الإتروفين في نوعين، في نوع عادي في نوع بنكهة النعناع، كنت مدمن وما أستطيع أبدا أني أمشي مكان إلا هذا الدواء موجود في جيبي، ولدرجة أني كنت يوم أسافر أشتري شدات منه وأحطها في الشنطة في جيبي، والشنطة صغيرة هاي اللي تتعلق هذه يوم أنك مسافر، اثنين داخل لازم وين ما أروح. يعني وصلت لمرحلة الإدمان، تعبت ما أقدر أروح مكان، أنزل الجامة شوي وأرد أرفعه أعطس لي عطستين على البيت. فيومها يوم أنا تكلمت في عن هذا الموضوع دخلوا لي وايد أشخاص، لكن فيهم واحد يليت يسمعني اليوم ويتخلي ويكلمني على الخاص، يليت بس عشان أقدم له رسالة شكر خاصة. يا أخي أروح للبيت وأقبل رأسه، لأن أنا أعتبر هذا الشخص أنقذني صراحة، أنقذني من أمراض يعني يرستيني في المستقبل، لأن الإتروفين هذا يسبب مشاكل في الدم، يسبب مشاكل في الأعصاب، مشاكل كثيرة جدا، وأنا ولا مبالي جالس ها طصت وطصت، كل ما رحت مكان احتيت رشيت. طيب أنت تتضرر جالس يا أستاذ، شو تسوي؟ ما عندي خيار ثاني، المستشفيات ما نفعتني، ما خليت بقعة، ما دقيتها، ما خلاص. قال والله هذا مرض مزمن وكذي. هذا الشخص اللي دخل لي الله يبارك وجهه ويرفع قدره قال لي يا أستاذ فيصل بعطيك دواء صغير ينبع في الصيدلية يجيب 30 درهم، استخدمه لمدة شهر كل يوم مرتين ترش. إضافة لهذا الدواء أبغيك تستنشق. وأنا أشوف يعني أنا الحين ترى أنا صاحب المرض، يعني أنا اللي كنت أعاني، أنا أشوف أن العلاج ما كان في الدواء، العلاج كان في الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يقول يعني بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. الإنسان إذا يكون صائم ويبالغ في الاستنشاق لما يدخل الماء في خشمه إذا يشفط جو بيدخل في جوفه فيفطر. فرسول الله يقول يعني بالغ في الاستنشاق، إلا إذا كنت صائم لا تبالغ. المبالغ في الاستنشاق يا إخوة أنتوا تعرفون داخل أنا ما أستوي دكتور الحين، في يعني مثل ممرات وشوارع داخل الخد داخل الجمجمة هني، هذه كلها أغشية مخاطية وغيرها وكذا، هذه كلها يعني تلتهب عند الإنسان المصاب بالحساسية. فأنت لما تستنشق يدوب الماء يوصل هني ويطلع، لكن لما تبالغ هذا الماء يدخل يتشعب، هذا الماء يدخل داخل كأنك يا لستغسل الشارع الموجود هذا في وجهك داخل هنا فوق الحوايب. سبحان الله وبحثت في النت وجدت فعلا أنا كأنه تقول ممرات داخل كذا شوارع ما أدري كيف وسوالف وعلوم في الجيوب هذه الأنفية. والله يا إخوة وإذا فعلا استنشق استنشاق محترم، ولما تستنشق أنت ترى مؤلم، في ألم، في ألم تحس فيه. ليش؟ يعني الماء لما يدخل داخل تحس هني الألم في قمة راسك، تتألم ألم شديد وعيونك تدمع وحالتك حالة. فأنت تقول في قلبك الحين هذا علاج، شو علاج هذا؟ لكن أنا قلت في قلبي يا أخي خلني أضغط على عمري كذا فترة أجرب، بالنهاية مجرد ما يدخل في الجيوب هذه لعلي أستفيد وأفتك وأتخلص من المشكلة. والله يا إخوة استمرت على هذا الحال أسبوع بعد أسبوع، راح الألم اللي كنت أجده من زمان، الألم في بداية الألم يا إخوة الكرام راح تماما، واستمريت بالاستنشاق وشفت نفسي يالس بالتدريج أترك الإتروفين. والله يا إخوة إن الفرح اللي دخل في قلبي ما أقدر أوصف لكم. أنتم متخيلين إنسان عايش سنين في جيب أدوية وين ما يروح، بديت أترك الإتروفين بالتدريج. خلص الدواء اللي أعطاني إياه الريال هذا اللي دلني عليه، خلص الحين تميت، بقيت بس مستمر على الاستنشاق، ما أشوف نفسي اللي تركت الإتروفين. والله يا إخوة الحين كملت ما يقارب 2 شهر تركت الإتروفين.
تعرف ايش يعني واحد يقول لكم انه ترك دواء كان يستخدمه لمده 10 سنوات من شهرين تركنه؟ يعني انا احس نفسي شو اقول لكم؟ اللهم ربي لك الحمد، انا ارتحت من هم عظيم. تبغين ما بقص عليك بقول لك ان ساعات احس ما بقص عليك وبقول لك ان خلاص المشكله راحت تماما، لا لا لا، احيانا بين بين الفتره والثانيه احس فعلا ان الخشم بدا يتسكر، يعني المؤشرات اللي كنت اجدها عشان اني ارش يوم يتسكر الخشم ما اقدر اتنفس، ترجع على طول اقرب دوره مياه، ولا اذا وقت الصلاه اروح ادق استنشاقه محترمه يتبطل الخشم تماما. والله يا اخوه انا اتمنى، لان هذه المشكله اليوم ما في بيت اللي يعاني منها، ارجوكم رجع، لان انتم مو بحاسين، الانسان المعافى مو بحاس، ارجوكم رجع انشروا هاي السنابات. والله يا اخوه اني تخلصت، والله يا اخوه اني تخلصت من هذه المشكله تماما، واسال الله عز وجل ان يديم، لان الحساسيه تخوف ساعات ان فتره ترد، لكن لا انا شفت المؤشرات اللي كانت تجيني لما ينسد الخشم ما اقدر اتنفس، استنشاقه واحده بس محترمه تبطل الخشم ورجع طبيعي، صرت ارقد وانا مرتاح، حتى نفسيتي تغيرت، نسيت شيء اسمه دواء. قبل اول ما اطلع برا البيت ادور في جيوبي وين الدواء، ما اتحرك من البيت، ما اقدر اروح مكان الا هذا في جيبي. انا تخلصت، انا ارتحت، انا كيفت. والله يا اخوه نصيحه، انشروا هذا الكلام، انا مش قضية دعايه، عندي متابعين اللهم ربي لك الحمد، لكن انا اعرف ان اللي يعاني من هذا المرض والله العظيم انه عايش في دوامه هم وقلق لا يعلم فيه الا الشخص المبتلى. استنشاق اذا تواظب عليه في كل فرض 5 مرات لا بشرك انت بخير، الحمد لله. نعم والله الحمد لله، واشكر الشخص هذا اللي دلني، يعني ما بقول لكم اني انا سامع قبل ان الاستنشاق علاج، ما كنت مبالي. هذا الشخص ما اعرفه يا جماعه، والله ما اعرفه احد المتابعين، هذا الشخص كان يلزم علي يتابعني، يدخل لي ها يا شيخ فيصل خذت الدواء؟ هي نعم خذته. ها شو؟ يدخل لي بعد 3-4 ايام ها بشر شو الامور؟ كان متابع معاي، اختفى عني فجاه، تعالي وتعال ببشرك ترى انا بخير، اللهم لك الحمد. شدي حيلكم يا اخوه، والله يتقبل مني منكم صالح الاعمال ويحفظنا جميعا من الامراض والاوبئه هذه. امانه اكرر سنابات الحين كبشر وصور انشر، غيرنا والله يحتاج، اطفال نساء امهات بنات والله يعانون من هذه المشكله، الجيوب انفيه، وداعا للاتروفين انتهى والحمد لله.